السلام عليكم. إذا في هذه الفيديو سنقوم بحساب نهايات دالتين. دونك اون كومونس باغ لا بروميير ليميت، دونك لا ليميت ديال اكس كاري موان 9 سور اكس موان 3 لوسكو اكس تنفير ا 3. إذا نعوض، إذا 3 أس 2 ناقص 9 على 3 ناقص 3. إذا 3 أس 2 9 ناقص 9 على 0، دونك 0 على 0، هذا كيتسمى فورم انديتيرمين. إذا فخصنا نحيدو هاد لافورم انديتيرمين. إذا دائما بالنسبة لي فونكسيون راسيونيل فكنديرو التعميل ومن بعد الاختزال، يعني في لا فاكتوريزاسيون و ابخي اون سامبليفي. اذا هنا غادي نديرو التعميل من بعد الاختزال. اذا لا ليميت، اذا اكس كاري موان 9 هي اكس كاري 9 سي 3 à la puissance 2 sur x moins 3. Et donc c'était remarquable. Lorsqu'il a carré moins b carré, il y a a moins b, facteur de a plus b. Donc x moins 3, x plus 3. X moins 3. Donc, car ça se loue x moins 3. Et donc, il prend la limite de x plus 3. Et donc, 3 plus 3 égale à 6. La deuxième limite. Et donc, 9 c'est la même chose. Je vais dire que c'est la mauvaise chère. Et donc, x carré moins 3x plus 2. Et donc, on a 2. Et donc, il y a 1. او كاري ناقص 3 في 1 زائد 2 على 1 ناقص 1. اذا 1 ناقص 3 زائد 2 على 0. اذا 1 زائد 2 3، 3 ناقص 3 0 على 0. دونك فورم انديتيرمين. اذا فلدينا في هذه الحاله خصني نحاول نكتب البسط على شكل فاكتور ديال دو بينوم، يعني حدوديتين من الدرجة الأولى، على شكل جداء حدوديتين من الدرجة الأولى، فاكتور دو دو بينوم. إذا باش يمكن لي نكتبها خصني نستعمل دلتا، خصني نستعمل لو ديسكريمينو ونلقى الحلول. إذا نأخذ إكس كاري موا تخواز إكس بلوس دو، إذا كنديرو دلتا. دلتا بي كاري موان 4AC، إذن A إيكالا 1، B إيكالا موان 3، C إيكالا 2. إذن بي كاري هي ناقص 3 أو كاري موان 4 فوا 2 فوا 1، إذن 9 موان 8 إيكالا 1. إذن بوسكو دلتا إي بوزيتيف، دونك ليكواسيون أدمي دو سوليسيون. إذا تصريص الأول هو إكس أن، يعني بي موان راسين دو دلتا سور دوزا. إذا بي هي ناقص 3 أو ناقص بي. إذا ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج أ. إذا ناقص بي يعني ناقص ناقص 3 ناقص جذر دلتا يعني جذر واحد اللي هي واحد على جوج في واحد اللي هي جوج. إذا ناقص ناقص هي 3 ناقص 1 على جوج. إذا 3 ناقص 1 جوج على جوج، إذا العدد 1. إذا الحل الأول هو العدد 1. الحل الثاني نفس الطريقة، ناقص بي ناقص زائد جذر دلتا على جوج أ. إذا ناقص بي هو العدد ناقص ناقص 3 يعني 3 زائد 1 على 2.
إذن 3 زائد 1 4، 4 على 2 2. إذن الحل الثاني هو 2. إذن كنعرفو بأن هاد ليكواسيون هادي إذن تكتب على الشكل، إذن الشكل العام ديال ليكواسيون ديال AX كاري بلس BX كاري بلس سي، مي كيكون عندها حلين فتكتب على الشكل A x ناقص x1 يعني الحل الأول، x ناقص x2 يعني الحل الثاني. إذا A في الحالة ديالنا كتساوي لنا 1، إذا كتبقى لنا x ناقص 1 الحل الأول، x ناقص 2 الحل الثاني. إذا لا ليميت ديال x ناقص 1 x ناقص 2 على x ناقص 1، إذا كنختزلو ب x ناقص 1 فنبسطو في المقام، يبقى لنا لا ليميت ديال x ناقص 2 1، إذا 1 ناقص 2 إذا ناقص 1.